ظهرت دراجة هوفيربيك التي يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل لأول مرة في الولايات المتحدة في معرض ديترويت للسيارات يوم الخميس، مما قد يؤدي إلى مقارنات لا مفر منها مع الدراجات السريعة في حرب النجوم النقطة. وإكستوريسمو هوفيربيك من قبل بدء تشغيل اليابانية إيروينز تكنولوجيز، ويمكن أن تطير لمدة 40 دقيقة، تصل إلى سرعات تصل إلى 62 ميلا في الساعة 100 كيلو متر ساعة. قال فالد سوا الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار القيادة، أو ربما تحوم الاختبار، أشعرنني عمري 15 عاما حرفيا، وخرجت للتو من حرب النجوم وقفزت على دراجتي. أعني إنه رائع. بالطبع لديك القليل من التخوف، ولكن كانت فقط حتى البدء. كان لي حرفيا صرخة الرعب، ويشعر وكأنه طفل صغير نقل. والدراجة النارية معروضة للبيع بالفعل في اليابان. وقال شوهي كوماتو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023. السعر علامة استفهام. المجرة 777000 شرطة. على الرغم من أن كوماتسو قالت شركة تأمل في الحصول على تكلفة وصولا إلى 50000 لأصغر نموذج كهربائي بحلول عام 2025.